في اليوم الكبير ظهرت إفريقيا صغيرة، مهزلة بكل المقاييس، تهز أركان الكاف وتعري الواقع المرير الذي تعيشه الكرة الإفريقية. فبعد ظلم التحكيم في مباراة ذهاب أبطال إفريقيا والتي لعبت على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالرباط بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، انتهت بنتيجة هدف في كل شبكة. لكن قبل ذلك ثم إجهاض هدف صحيح للوداد الرياضي وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في يوم جميل. بعدها توجه الفريق الأحمر صوب قرطاج وبالضبط لملعب رادس، لكن قبل ذلك ثم توقيف حكم مباراة الذهاب جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بعد المهزلة التي قام بها في مباراة الإياب. وكما ذكرنا سابقا حط الوداد الرياضي بملعب رادس وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية تجعله يتوج بميدان خصمه، لكن سيناريو الإياب اكتمل في الذهاب هدف مرفوض للوداد وتقنية الفار بل العار غير موجودة، الشيء الذي جعل الوداد الرياضي يوقف المباراة ويطالب بحقوقه المسلوبة. توقفت المباراة لمدة 1.5 ساعة ليعطي رئيس الكاف الإشارة إلى حكم الساحة بكاري قسمة لإنهاء المباراة وتسليم الكأس للترجي بشكل بروتوكولي لكي لا تندلع أي أحداث شغب في المباراة. بعدها مباشرة عقدت لجنة الطوارئ التابعة للكاف اجتماعا طارئا دام لمدة 2 يوم والجمهور على أعصابه ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع. وفي يوم العيد جاء الخبر السعيد لأنصار الوداد الرياضي بإعادة المباراة في ملعب محايد بجنوب إفريقيا وراء الكان والإبقاء على نتيجة الذهاب، الشيء الذي عارضه مناصر النادي الأحمر إذ قالوا كيف لمباراة حكمها توقف أن تحتسب. وهنالك من يردد أن الطاس هو الحل. رفيق الانشير لوتر واسون 60 سبور.